يقولون هؤلاء الذين يتكلمون في الجماعات الإسلامية لا يتكلمون في الكفار والملحدين والمشركين وأعداء الدين، وإنما انشغالهم بالمسلمين، فهم حرب على المسلمين سلم على الكافرين. وبعضهم زين له الشيطان فأتى بعبارة خطيرة خبيثة، وهي أن أهل السنة خوارج مع الدعاة مرجئة مع الحكام، أن أهل السنة خوارج مع الدعاة الإسلاميين مرجئة مع الحكام. وهذه شبهة بارك الله فيكم خطيرة، قد تؤثر في قلوب العامة وفي قلوب الشباب. ونأتي لتفنيد هذه الشبهة بإذن الله تعالى إلى نصوص من الوحيين وإلى كلام السلف وإلى النظر في هذا الباب وفي هذا الموضوع بتعقل وحكمة وتحت ظل مراعاة المصالح والمفاسد للشريعة الإسلامية وللمسلمين. هؤلاء ماذا يريدون يا أخوة لما يقولون خوارج مع الدعاة مرجئة مع الحكام؟ يريدون منا أن نخرج على الحكام المسلمين، يريدون منا الخروج على الحكام المسلمين إن جاروا أو فسقوا، إن جاروا أو فسقوا. نقول طيب، إن كان هذا الحاكم الجائر الذي لا يعمل بشريعة الله وينادي علنا بأنه على حكومة علمانية، هل تخرجون عليه وتشجعون الناس على الخروج عليه؟ قل لا لا لا، هذا الكلام لا يشملنا نحن، إن صرنا نحن حكاما فيلزم الجميع الرجوع إلى الأحاديث التي تأمر بالصبر على جور الحكام وتنهى عن الخروج على الحكام وإن لم نحكم بشريعة الرحمن، كما كان الواقع يا أخوة في مصر والواقع في تركيا وتونس. كان يصرح علنا يقول نحن لا نريد أن نطبق الشريعة الإسلامية. طيب فماذا تريد يا أخي؟ ماذا تريد؟ أن تطبق الشريعة الإسلامية؟ قال نريد أن نطبق الدستور، الدستور الذي كان موجودا قبل منذ ثلاثينيات، نحن نمشي على الدستور. وكذلك صرح الناطق الرسمي باسم الإخوان المسلمين في سوريا، قالوا نحن لا نريد أن نطبق الشريعة الإسلامية وإنما نريد أن نحكم بدستور منبثق من إرادة الشعب. طيب إذن هو إذا استولى على الأمر يلزمنا جميعا الالتزام بطاعته وعدم الخروج عليه وتذكر هذه الأحاديث الكثيرة التي تأمرنا بالصبر على الحكام وعدم الخروج عليهم. نقول طيب وإن كان الحاكم من غيركم، لا، حينئذ يجب الخروج وترك هذه الأحاديث، وأن هذه الأحاديث كلها أحاديث المرجئة وأنها لا تثبت وأنها كذا وكذا. نقول هذا يا أخوة كيل بمكيالين، كيل بمكيالين، وتلاعب بنصوص الوحي. بل الواجب علينا أن نمتثل أوامره عليه الصلاة والسلام. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، كفر بواح، ما لم يكفر الحاكم كفرا بواحا، البواح الظاهر ليس فيما بينه وبين نفسه قام بشيء، لا، كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان،
إذا قام بهذا وكفره علماء الأمة، نقول حينئذ بالخروج عليه مع توفر الشروط الأخرى، القدرة وأن نأمن أن المصلحة أكبر من المصلحة والمفسدة لا تكون أكبر. طيب، أما بارك الله فيكم وأنه لم يكفر ولم يخرج من الدين، وإن فسق أو جاره، وجب بالإجماع، بإجماع العلماء كما نقل النووي رحمه الله، وجب علينا السمع والطاعة في المعروف وعدم السمع والطاعة في المنكر، مع بقاء ماذا؟ بقاء المسلمين في ولايته وعدم الخروج عليه. هذا ما نقل الإجماع النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم. إذن هل هذا التعامل بمقتضى نصوص الوحيين مع الحكام، هل هذا من دين المرجئة؟ وهل المرجئة كانوا مرجئة في باب الإيمان أم في باب التعامل مع الحكام؟ في باب الإيمان. أما في باب التعامل مع الحكام كيف كانوا؟ كانوا خوارج يا أخ، كانوا خوارج. إذن نقول هذا الكلام خوارج مرجئة مع الحكام ظهر أنه كلام باطل لا أصل له. وصف أهل السنة بأنهم مرجئة مع الحكام هذا كلام باطل، بل نحن سنيون سلفيون مع الحكام، هكذا نتعامل مع الحكام بمقتضى أحاديثه عليه الصلاة والسلام، هكذا نتعامل مع الحكام كما أراده منا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنهم يريدون منا أن نكون خوارج، والخوارج كما ذكر شيخ الإسلام تيمية ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، ما أقاموا دين. انظروا إلى ثمار داعش، أقاموا دينا؟ لا والله. أبقوا دنيا؟ لا والله، ما أبقوا دنيا ولا أقاموا دين. وكما قال أيضا في كلام آخر له رحمه الله شيخ الإسلام، يقول لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، ماذا فعلتم؟ فيريدون منا يا إخوة أن نكون خوارج وأن نلقي بالشعوب المسلمة في التهلكة، وهذا ما لا نفعله، لأن سلفنا النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وليس سلفنا الخوارج. إذن الشق الأول من الكلام مرجئة مع الحكام، قلنا هذا كلام ظهر كذبه وبطلانه. الشق الثاني خوارج مع الدعاة، هل نحن خوارج مع الدعاة؟ ما معنى خوارج مع الدعاة؟ نقول أولا استعمال كلمة الخوارج مع الدعاة أي مع غير الحكام، نقول هذا ما أنزل الله به من سلطان، وما جاء في حديث أصلا أن يقال خوارج مع الدعاة. ثم ألا توجد أدلة كثيرة من الوحيين على وجوب إنكار المنكر على من قام به، سواء كان مسلما أم كافرا، طائعا أم فاسقا، من أتى بمنكر ينكر عليه. فإنكار المنكر، كل من أنكر منكرا لا يوصف بأنه من الخوارج، لا يوصف بأنه من الخوارج، وإلا للزمهم أن يصفوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام وعلماء الأجلاء بأنهم خوارج أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على بعض الصحابة، ما لم ينكر؟ أنكر عليهم. كعب بن مالك وصاحبه أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا أفاضل أم لا؟ كانوا أفاضل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. أنكر على معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ هل كان خارجيا النبي عليه الصلاة والسلام مع الدعاة ومعاذ بن جبل من الدعاة الكبار أم لا؟ أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قال أفتان أنت يا معاذ؟ فليس معنى الإنكار على الدعاة أنك من الخوارج على الدعاة، هذا كلام باطل، كلام باطل يا أخو. بل الله جل وعلا أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، فننهى عن منكر يقوم به سلفي سني، وننهى عن منكر يقوم به بدع مبتدع حزبي، وننهى عن منكر يقوم به كافر أو ملحد. المنكر منكر، المنكر منكر،
لا بد أن ينكر، لا بد أن يحذر، وكل هذا نصحا للمنكر عليه ونصحا للمسلمين أيضا. هذا يدخل في باب النصح بارك الله فيكم، لا يدخل في باب الخروج على الدعاة وفي باب معاداة المسلمين وموالاة الكافرين. ليس معنى إنكارنا على من يخطئ وعلى من ينحرف، ليس معنى هذا أننا نعادي المسلمين ونوالي الكافرين، هذا كلام باطل. لكن مع الأسف إن المبتدع يكذبون، المبتدع يفترون، يكذبون على أهل السنة ولا يبالون، يأتي ويصفك بأنك أنتم عملاء، أنتم مع الكفار، أنتم ضد المسلمين، ويعلم الله وتعلم الملائكة الكرام ويعلم الناس أنهم يكذبون، أننا مع الكفار، أننا ضد المسلمين، ولا يستحي يفتري على أهل السنة كل هذه الافتراءات الباطلة. لماذا؟ لأننا قلنا إن فعلك هذا خطأ يا أخي، إن قولك هذا خطأ، خطأ بموجب كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يقيم عليك الدنيا ولا يقعدها. تنكر علي وتقول لي أنني أخطأت، وتقول لي أن في قنواتنا الفضائية أشياء منكرة، إذن أنك عميل وأنك تخدم الكفار. يا أخي لماذا صرت عميلا؟ قلت هذه الأمور التي تبثها في قناتك تخالف كتاب الله وسنة رسوله، أبي هذا صرنا عملاء وصرنا موالين للكفار ومعادين للمسلمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فيأتون بهذه الشبهات الباطلة بارك الله فيكم، ويريدون أن يخدعوا العامة ويخدعوا الشباب بهذه الشبهات، ينفرونهم عن أهل السنة وعن دعوة أهل التوحيد والسنة، ويكسبونهم لأنفسهم.